لسه في حضرة الشيخ محمد رفعت، وهو حاضر دائما الحقيقة لا يغيب. وقبل فاصل الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد الشندويلي، وهو يعني ما له من معاصرة كل طبعا برموزنا الكبار في دولة التلاوة المصرية، وحضرتك كنت عندك إضافة أيضا عن إنسانية وتواضع الشيخ رفعت وازاي ارتباطه بأذهان الناس، حتى كان في موقف حضرتك عايز تذكره لي. هو فضيلة الشيخ محمد رفعت كان زاهدا، وزهده يجاوره تصوفه، كان متصوفا، فالتصوف صفاء، فكان عنده صفاء، وزي ما الحديث ذكر انه من صفى صفي له. فالشيخ محمد رفعت كان عنده الحته دي. الحته اللي اذكرها وقراتها في احدى يعني ان الشيخ محمد رفعت هذا الموقف في جامعه القاهره. جامعه القاهره طلبه عن نفسهم يعملوا حفله نهايه العام والتخرج ومش عارف ايه وكلام زي كده. فالطلبه قاعد يجمعوا من بعض كده رموز، يعني حاجات رمزيه كده، قالوا نجيب ام كلثوم. نجيب ام كلثوم. وهي من هي؟ ومن هي ام كلثوم في وقتها والى الان اسم ام كلثوم. فاتصلوا بها فقالت ما فيش مانع، فطلبت مبلغ، يعني عرفنا المبلغ كبير شويه على الطلبه يعني. واتحاد الطلاب وقتها. فالطلبه راحوا لواحد تاني برضك نفس الكلام، وراح ما فيش فايده. فقالوا عندنا نعملها او مخالفه نعملها بالقران. ودي ما حدثتش في تاريخ الجامعات المصريه، يعني حفله عملوها بالقران. فاتصلوا بالشيخ محمد رفعت. فابتسم لهم الشيخ محمد رفعت وقال لهم، وقالوا له سيادتك تاخذ كام؟ قال لهم يا ابني انتوا عيب، انتوا اولادي، سيبوها كده، سيبوها مفتوحه. قالوا بس عشان يعني الظروف. قالوا سيبوها مفتوحه. وذهب الشيخ محمد رفعت. وانقلبت الجامعه. وانقلبت جامعه القاهره. لا تقول لي فن ولا تقول لي في غير، هو محمد رفعت القرآن وكله فن. فحتى هو نفسه قال على نفسه، أنا نفسي كنت بستمع إلى نفسي. من النفحات الإلهية اللي جات عشان إيه؟ التنازل بتاعه المادي وزهده عن الفلوس. وجوب يديله ظرف ورفض. قال خلوها خليها ليكم يا أولاد، وادوها زي ما أنتم تتصرفوا يعني. وكانت حفلة تاريخية. تاريخية. يشهدها التاريخ. الحتة القصة الثانية برضك اللي قرأتها وعرفتها عن الشيخ محمد رفعت، دعي إلى يعني حفل مأتم. وكان في جوار البيت عندكم يعني في ميدان عابدين. ورايح هو وكان معاه مرافق. عمي الله يرحمه. عم حضرتك؟ عمي الكبير محمد رفعت. كان الأول عليك. كان أخوه محرم. ولما توفى بقى عمي محمد رفعت، تفرغ ليه بقى، هو اللي معاه كمدير أعماله وهو اللي يوديه ويجيبه. الله يرحم موتانا جميعا. فطالع من البيت هو، ففي أول صوان قابله كده، صوان ضخم جدا. تاريخ صوان أحد الموتى من إخواننا المسيحيين. فهو ما عرفش راح دخل، وكل الناس عارفه، عارفه ده الشيخ محمد رفعت. فدخل الصوان جار مسيحي، ففرحانين على يحسبوه رايح جاي يعزي. فاول ما دخل فبيعرفوه انه ده صوان فلان بتاع، فعزاهم برضك وبتاع وبيطخ وعاوز يخرج عشان يروح يلحق الصوان. تاني الصوان الثاني بعديه بامتار كده. فقالوا لا تقرا لنا، انت لابد تقرا. أرى سورة مريم. وكانت إبداع في هذا الحفل. الله. ويقال يعني عن اللي نقلوا الصورة من المسيحيين نفسهم إنه كان فوق الخيال قراءته. وراح الصوان بتاعه التاني.
لانه راجل صاحب واجب وابن منطقه شعبيه فهو واخد على الجيره والقصه والمحبه. وايام ما كانت المبادئ حلوه والناس رايقه والناس حلوه والناس هي كذا كذا حاجه وقع برضو بالنسبه اضافه يعني استاذ محمد ان هو ما يبصش الفلوس. في وقعتين كان والدي قال لي عليهم رحمه الله عليه. وقع ان هو كان راح مره قرا في 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 ميتم, فبعد ما خلص الشيخ كان ضرير, فالراجل صاحب الميتم طلع الفلوس واداها له, الشيخ خدها وحطها في جيبه معروف عنه الشيخ. نعم. بعد ما روح الراجل صاحب الميتم بص, كان هناك يعني كان زمان بيتعاملوا بجنيه الذهب, كان 97 قرش قيمته او حاجه زي كده, فبص لقى ان هو اداله من ضمن او 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 القيمه اذا كان واحد او اثنين الله اعلم يعني طبعا عشان التواتر, ان هو مديله مكان الجنيه ده نكله يعني قدها كده او عمله قدها. الراجل اتجنن جري على الشيخ قبل ما ينام, فجري وبتاع خبط عم الشيخ وحصل كذا 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 كذا, فالشيخ قال له انا خدت نصيبي خلاص ده رزقي وجالي شكرا. يعني ورفض ان هو يبدل. شوف بقى وصلت ايه يعني زهده كان فعلا. ما حضرتك دي بتيجي منين؟ ان هو الحمد لله الحمد لله يعني ربنا يعني كرمنا بالسيره بتاعته. طب احنا عشان الوقت دهبنا خالص بس عايزين نطمئن على تراث الشيخ رفعت. في جديد. بص حضرتك تراث الشيخ محمد رفعت اللي موجود في الاذاعه ده يعني انا مش انا هل استرسل فيه ولا قدامنا وقت قليل؟ لا قدامنا وقت قليل للاسف معلش. المهم اللي في الاذاعه في حدود 30 ساعه اللي هو بيذاع دلوقتي. الحاجات دي معموله في الستينات ايام ابويا وعمي الله يرحمه, عمليه يدويه المونتاج ده كان تعرف حركة اسطوانات بسرعه. أيوة. الاسطوانات والحرف بيتشال او كلمه او ايه بيجيبوها من حته تانية بيجيبوها ويعملوها القص ولازم. المهم فالحاجات دي كانت بصفه تحس وانت بتسمعه ساعات في خروشه في اسطوانات وحشه بتاع مع شكلنا كتير كانت بتطالب بالترميم. ايوه فاحنا بقالنا حاجه وعشرين سنه المهم ربنا كرمنا من سنه مع مدينتكم هنا مدينه التاج الاعلامي مع الاستاذ عبد الفتاح الجبالي ربنا يكرمه يا رب والباشمهندس محمد فؤاد اللي هو كبير المهندسين. بقالنا سنه احنا كان عندنا 30 ساعه غير اللي موجودين, كان والدي كاتب على الاسطوانات بتاعتهم غير صالحه للاستماع, ما كانش فيه الاجهزه اللي طلعت صوت. لما نقلنا الصوت على كمبيوتر على ديسك بقت طلع صوت ما شاء الله. يعني انت بتبشرنا انه في حاجات جايه, في حاجات باذن الله 30 ساعه قد الموجوده 30 ساعه قد الموجود لم يستمع اليوم المصريين دي قريب ده باذن الله بتعاون مع مدينه الانتاج تبقى لنا سنه. وبنقول احنا لسه كنت بتكلم النهارده مع اولاد عمي ان احنا مش عايزين نخرجهم مره واحده يعني التراث نخرجهم الحمد لله. لا بس ده كلام كبير. اسره الشيخ يعني محمد رفعت بتقول انه في 30 ساعه لم نستمع اليها قادمه الينا في الطريق بالتعاون مع مدينه الانتاج الاعلامي. اذا عندكم هنا انا جيت كذا مره بستمع صوت تاني بيطلع الحمد لله يعني النقاء مع الاحتفاظ بخاصيه شيخ محمد رفعت في حته طبعًا. مش عايز اقول انها يعني مفهوم يعني للمستمعين بنتكلم على برضو عقود مضت انما هيطلع صوت ينفع اول حاجه تطلع نخص بيها جمهورنا هنا تشرفنا في تشرفونا حضراتكم ونعرض جزء من الحاجات الجديده ايه رايك لما تطلع طبعا انا وعد باذن الله باذن الله هتصل بحضرتك اصل اخدت وعد انا النهارده اللي بشرتكم فانا اخدت وعد ان شاء الله وانا برضو بوعد حضرتك عشان ابشرك بيها فباذن الله احنا قدامنا يعني حاجه بسيطه وهننتهي منها الحمد لله ان شاء الله بدرجه ان عندكم هنا متعاونين جدا 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 ربنا يكرمهم طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك ما كلها محبه ماشيه يا استاذ حسام صديق وفرد من كل اسره وكلها محبه كلمه اخيره حضرتك برضو أستاذنا هو سريعا قبل ما هو طبعا الكلمة أخيرة يعني دعواتي إلى يعني هناك انطلاقات من الدولة الآن وخصوصا من السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة واهتمامه ب يعني تخريج دفع جديدة من القراء الجدد الذين يحملون يعني إيه أصواتا نقية خلاف الاصوات اللي هي يعني الشائبه اللي هي وعندنا كتير في مصر ولاده يعني ومصر يعني كما ذكرت في سعادتك انه يعني القران قرئ في مصر زي ما طبع في اسطنبول طبعا
تظل دولة التلاوة المصرية. يعني دولة التلاوة القرآنية إن شاء الله سوف تحيا مرة أخرى على يد المسؤولين واهتمام الرئيس نفسه شخصيا. أنا أعلم جيدا أنه بيهتم بهذا الموضوع. أنا التقيت عشرات من المقرئين المصريين والمدحين والمبتهلين والمنشدين. يعني عندنا شباب جبار. والإنشاد الديني فيه جبار. اهتمام هم بالإنشاد الديني بالبطانة. طبعا بالبطانة. ودي يعني في دول كثيرة يعني دول سميعة يعني كل الدول العالم وخصوصا إيران عندهم يستمعون إلى القرآن الكريم بنفس المقام. أيوه. بيحبوا تلاوة مصرية خاصة. بيقول الله من نفس المقام. أنا عارف القصة دي. أنا بشكر حضراتكم. بارك الله. كانت صحبة جميلة وكلنا في صحبة الشيخ محمد رفعت التي صحبته لم تنتهي. ما زال المصريين كلهم الحقيقة بيعتبروا نفسهم من أسرة حضراتكم. يعني الحمد لله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نورتنا أستاذ علاء الدين حسين محمد رفعت حفيد الشيخ محمد رفعت. شكرا جزيلا. تحياتنا لحضرتك والأسرة الكريمة. وطبعا أستاذنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشندبيلي نائب رئيس تحرير مجلة اللواء الإسلامي والمستشار الإعلامي للنقابة القراء الكريم. أشكر سيادتك. أشكر قناة المحور طبعا. ولينا بقى هذا لقاء آخر. هنفرد في دولة التلاوة دي إن شاء الله مع كل رموزنا. ممكن تبقى حلقات بقى متابعة إن شاء الله. بشكر حضرتك ونورتونا. شكرا جدا. وبشكر كمان طبعا جمهورنا العزيز. وأهم شيء إنه ما تقلقوش سيبكم بالسوشيال ميديا لن يتم نقل مقبرة الشيخ محمد رفعت. بل بالعكس احنا شايفين انتاج جديد جاي. يعني ده يدعونا جميعا ان احنا نتفائل وننبسط كده. انا بشكر حضراتكم وبكره نشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وحلقه جديده من 90 دقيقه.